Assalamu alaikum. Hi everyone. Today's idiom: to catch someone red-handed or to be caught red-handed. This idiom means to catch someone while doing something wrong or illegal. Example: I tried to cheat on the exam once, but I was caught red-handed by my teacher. الترجمة الحرفية ديال هذا الإديم هذا to catch someone red-handed هي تحصلوا لشي واحد ويديه حمرين. المعنى المجازي ديال هذا الإديم هذا هو تشد ولا تحصل شي واحد متلبس ولا تدير شي حاجة خايبة ولا غير قانونية. مكنيش الحين نتني قليغتين تشمعدنس. هذا الإديم معروف عند الشلوح قليغتين تشمعدنس. هو المعنى ديال to be caught red-handed. نتمنى هذا الإديم هذا يفيدكم كما العادة. خير الناس أنفعهم للناس. Sharing is caring. السلام عليكم.